حياة كريمة أكبر مبادرة إنسانية بتخدم 60 مليون مواطن مصري. وهدفها الحقيقي هو الاستثمار في المواطن المصري وحاولة رفع العبء عن كاهله وإعطائه فرصة في عيشة كريمة. لأن المصريين كان دايماً ليهم الفضل على الدنيا كلها شرقها وغربها، أكيد النهاردة يستحقوا الأفضل والأرقى والأجمل. حقهم في حياة كريمة، عيشة كريمة، سكن كريم. الناس دي محتاجة شبكة طرق جيدة، محتاجة كهرباء جيدة، محتاجة تعليم جيد، صحة جيدة. كل ده صعب لكنه مش مستحيل. نتمنى إنها تكون موجودة على المستوى العربي والعالمي كمان، وإن شاء الله من خلال مبادرة حياة كريمة نقدر نحقق الصعب ونحقق المستحيل. تحيا مصر.